السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد، أجواء ممطرة خاص في تيزنيت. هاد الجو اش غادي نقول لكم؟ كما كتشوفوا السماء إذن أمطر غزيرة، ديال عفوا ماشي أمطر غزيرة ولكن نزول بعد الشتاء، إذن بحال الأمطار. إذن كما كتشوفوا الأرض اليوم ثلاث تيزنيت كاين الشتاء، إذن كانت شوية الشتاء البارح في الليل واليوم كما كتشوفوا كاين شوية الشتاء. وهاد الشتاء راكم عارفين ديال الصيف، إذن الشتاء ديال الصيف كتكون بحال هكا. هي دابا هاد الشتاء رقيقة، الشتاء رقيقة هي هادي. هاد الشتاء رقيقة ما كديرش السيول ولكن كتفزك كما كنقولوا. باش نكون واضح كتفزك. هانتوما كتشوفوا الصور ديال تيزنيت، اجواء ممطره، شوفوا الارض تبارك الله. اذا الارض فازقه بسبب الشتاء، ونتمنى ان شاء الله يكون خير كما كتشوفوا. كنعتذر لكم، راكم عارفين اوف اوف اوف، راكم عارفين القضية كي دايرة. بزاف غير يشوف داك الشيء شي طالع شي نازل، صافي تفاخ ليه الكبدة. كيتحبس النفس. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. اذا الاجواء ممطرة، اجواء رائعة جدا في تيزنيت، الجو جميل. اذا هذا الفيديو كنصوروه لكم خاص 25 شهر 6، باش ما تقولوا لا راه الى عاودنا هذا الفيديو من جديد اللي ما تفرج فيه تفرج فيه، قولوا لا راه هذا الفيديو قديم ولا شي حاجه. درنا لكم التاريخ، طرب ما عاودنا في شهر 7 ولا شهر 8، عادي جدا اللي ما تفرج فيه يتفرج فيه من جديد. واجواء عاديه، اجواء خياليه، اجواء ممطره كما كتشوفوا تبارك الله. ودابا بزاف غادي يتبعها، هذا هو الواقع، بزاف غادي يتبعها، غادي يمشي بزاف اللي يتبعها. كاين الشتا تبارك الله، شوف شوف. تبارك الله، اجواء ممطرة. كما قلنا هاد الشتاء هي ماشي عاصفة، الشتاء رقيقة. ولكن كتفزك، شوفوا الارض شوف كي دايره كتفزك، هاد الشتاء كتفزك بزاف. وا تيزنيت هي هادي كيما كتشوفوها، ديجا صورنا بعد الامطار غزيره خاص في تيزنيت، ولكن بعد الحذف بعد الفيديوهات خاص في القناه ديالي مابقاش هذوك الفيديوهات ديال تيزنيت. اذا اجواء ممطره، اجواء جميله، اجواء خياليه في تيزنيت. نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، كل جديد كما كتشوفوا. اللهم بارك. امطار غزيره في تيزنيت، هذه هي تيزنيت. تيزنيت شبه تفراوت، تيزنيت مدينه ولكن شبه تفراوت، المناخ بحال ديال تفراوت. اجواء ممتعه، عاصمه ديال الفضه، عاصمه ديال النقره هي هادي، عاصمه ديال الفضه والنقره. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وهاد الطريق كتدي لأفلو، شوفوا تبارك الله تيزنيت اللوح ديالها، وأمطار غزيرة كتشتغل، وأمطار غزيرة كتشتغل، اللهم بارك. إذا كما قلنا الأجواء ديال الشتاء
كتكون خاص في هذا الوقت، لان بعض المرات راكم عارفين دابا دخول الصيف العطله، وهايتوبا كتشوفوا الشتاء سبحان الله. اذا الشتاء كتكون في الوقت ديالها، ودابا الصيف وكتكون هاد الشتاء كيف كتشوفوا، اللهم بارك. امزار يفول كنايه، فول كنايه تبارك الله، ونتمنى الخير هذا كل عشر. واحد اللي تزرم الخير هذا اللي دا هاتي، واخا تزرم غيكاد هاتي يتجهد، اي يتجهد ومزار هذا يتجهد باهره زراتها حتى ما تتوات السم بأينا وشي لون زاري تشهد. هي لون زار، واو 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 تبارك الله. دابا غادي تزايد ومزار، ومزار غادي تزايد تبارك الله، الخير هاد غيكلي الزران يزيد أرضي تزايد بهرة و بعد نار التينين غنزر الصيف هايا ولو قصري كدا تكا تفوركي تبارك الله غنزر الصيف والثنايات غندوس دوت بالجوفتات و غنسكر الإبداع أنا نصورها و أنزر وردي وي غير الميضان لا هو مزار واش سيدي وي حيت راه السن غادي لي شراي لون مزار لا كان شي لون مزار واش دار الميضان لا والحمد لله على حساب انزار الوقت اللي لا ارسل استحمي غا كاينو هو الوقت تاتي تفشش تبارك الله الجو يفولكي تسمو كان انزار هذا الصيف غير اللي تقا رياكا يو فولكي راه الابتسامه خاص هو كان الى غيد اللوح اللي تزرى من اللوحات نزنيت و نتمنى الخير هذا كل عشب اللي تزرى اللي تسفل هاد من الطوموبيلات على حساب امان غنزر لي كاين من في الكيدرو و الخير هذا غير كدا هيكا نتمنى كل عشب كما ابوني تسكر مع اللايك باش تنتظر من ديما الجديد ان شاء الله بحول الله و مرد اون سولنيغ تحياتي تيزنيت المغرب.